اليوم في ابو ظبي يقدر المواطن يستفيد من قروض اضافيه بفوائد مخفضه ومدعومه بالحكومه. تم بحمد الله توقيع اتفاقيه بين هيئه ابو ظبي للاسكان وبنك ابو ظبي التجاري بهدف توفير تمويل عقاري اضافي للمواطنين المستفيدين من القروض الاسكانيه. بموجب اتفاقية التمويل المدعومة من الحكومة بواقع 50% سيتم توفير قرض عقاري يصل إلى 500,000 درهم ولمدة سداد تصل إلى 25 سنة. تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك أبوظبي التجاري وهيئة أبوظبي الإسكان لتأكيد دعمنا لقطاع إسكان المواطنين في الدولة. ويتميز بنك أبوظبي التجاري بتقديم باقات حصرية لمواطنين دولة الإمارات بما يعزز جودة ورفاهية المجتمع. يستهدف البرنامج المواطنين الحاصلين على قروض بناء مسكن وقروض شراء مسكن من هيئة أبو ظبي للإسكان، وبموجب الاتفاقية الفئة العمرية المستهدفة ما بين 21 سنة إلى 70 سنة على أن يكون المواطن مؤهل لقرض التمويل الإضافي حسب لوائح وتشريعات مصرف الإمارات المركزي وبنك أبو ظبي التجاري.